عاجل ننشر سبب إطلاق النار على عناصر الجيش المصري في إفريقيا، وعاجل هل تصدق توقعات مصر وانهار سد النهضة فعلا أم لا؟ ننشر التفاصيل في الفيديو. ومسؤول مصري يحذر المواطنين من أسعار البنزين ويطالبهم بتحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعي. وفي مفاجأة صادمة، أحكام بالسجن لمدة 3 قرون بالمجموع لرجل وزوجته 3 آخرين. والأرصاد الجوية المصرية تكشف تفاصيل ظاهرة غريبة تشهدها أغلب المحافظات. في البداية احنا عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجي لك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل ليه 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل ننشر سبب إطلاق النار على عناصر الجيش المصري في إفريقيا. كشفت جمهورية إفريقيا الوسطى أن سبب إطلاق النار على عسكريين مصريين بقوات حفظ السلام الأممية وإصابة 10 منهم يعود لاقترابهم من المقر الرئاسي وقيامهم بتصويره دون الانصياع للإنذارات. وقال المتحدث باسم رئاسة إفريقيا الوسطى ألبر يالوكيا موكابيمي في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية إن بعض هؤلاء الجنود التقطوا صورا بالقرب من مقر إقامة الرئيس فوستين أرشانغ، وأشار لهم الحرس بالتوقف عن هذا الأمر لكنهم رفضوا. وأضاف موكيمبي أن الجنود المصريين جاءوا من مطار بانجي مابوكو الدولي للتوجه إلى الكتيبة المصرية في وحدة تبعد نحو 500 متر عن مقر إقامة الرئيس، لكنهم أخطأوا المسار وواصلوا الطريق حتى المقر. وبحسب موكيبيمي فإن قوات الحرس الرئاسي أعطت أمرا للجنود المصريين بالتوقف ولكنهم استمروا في مسارهم، ثم تلقوا إنذارا ثانيا لكنهم لم يستجيبوا وحاولوا الفرار. وقال إن الحرس الرئاسي أطلق النار عليهم، وعند محاولتهم الفرار دهسوا فتاة عمرها 12 سنة فلقت مصرعها. وقال كلما سافر رئيس الجمهورية للخارج نرى هذه الوحدات تقترب من مقر إقامته لالتقاط الصور، وهذه المرة أصبح الأمر غير مقبول، إنه أمر استفزازي. وأضاف أنه تم إجراء مناقشات حول هذا الحادث، وخلال بحث الحادث من المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، أقر الأخير بأن ما حدث ناجم عن خطأ من جانب الكتيبة المصرية، حيث اجتاز عناصرها مدخل سكنات الكتيبة عن طريق الخطأ وواصلوا على مقربة من منزل الرئيس. وفي وقت سابق اتهمت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى الحرس الرئاسي في البلاد بفتح النار على جنود مصريين غير مسلحين من قوات حفظ السلام، مما أدى لإصابة 10 منهم. وقالت مينوسكا في بيان إن أفراد حفظ السلام المصريين كانوا قد وصلوا للتو في مطار العاصمة عندما تعرضوا لإطلاق نار غزير من الحرس الجمهوري دون أي تحذير مسبق أو رد، وعلى الرغم من أنهم غير مسلحين. وإطلاق النار المزعوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث التي تسببت في توتر العلاقة بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة التي اتهمت قوات الأمن بتكرار انتهاك اتفاق الجانبين بشأن وضع القوات الدولية. مصدر معانا كان من سبوتنيك وبعض الوكالات، فمن المرجح يعني ان بيان اللي طالع من جمهورية افريقيا الوسطى يعني بيان يحمل انواع من الكذب. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، واعتقد ان جمهورية افريقيا الوسطى يعني لا تريد قوات حفظ دولية، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل هل تصدق توقعات مصر وينهار سد النهضة فعلا؟ يحذر الخبراء من عيوب فنية قد تؤدي لانهيار سد النهضة الإثيوبي. كما رصدت الأقمار الصناعية بعض الحركات والهزات الأرضية في منطقة السد. وقال الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شامبان بالولايات المتحدة إنه يوجد هبوط أرضي في البناء الرخامي والخرساني من سد النهضة بأجزاء متفاوتة، أكد أن هذا الهبوط سينتج عنه بشكل حتمي تشققات في بنيان السد.
وأضاف إن إثيوبيا لم تشارك أي بيانات عند سد النهضة مع دولتي المصب، وضح أنه لم تكن هناك معلومات كافية عن سد النهضة خلال إجراؤه لدراسة حول السد. وقال العسكري إن الدراسة التي تم إجراؤها على السد تدرس بعض الحركات الأرضية الرأسية فيه والإزاحة في الشكل العمودي، كما أنها تقيس التأثيرات على مستوى السد الخرساني والركامي. وأشار إلى أن الدراسة أفادت بوجود نوع من الهبوط الأرضي بالجانبين الشرقي والغربي للسد الخرساني. نوه بأن الجانبين كانا يهبطان بمعدلات غير متساوية مع بدء الملء الأول لسد النهضة. وتابع إثيوبيا: من المعروف أنها الدولة رقم واحد في إفريقيا في حجم النشاط الزلزالي والبركاني، ووجود أجسام مائية ضخمة يؤدي إلى ضغوط على القشرة الأرضية، الأمر الذي ينتج عنه عمليات انزلاق أسرع. كما رصدت الدراسة تلوث المياه في بحيرة سد النهضة بسبب الغطاء الأخضر، وهو ما أظهرته صور الأقمار الصناعية عبر الأشعة المدارية التي لديها قدرة كبيرة على اختراق الأرض والحصول على نتائج متنوعة ومختلفة. في وقت سابق أكد خبير السدود الدولي المصري الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوي إن إثيوبيا لم تقم بعملية الملء الثاني نهائيا، ويرجع ذلك إلى أن سد النهضة تمت إقامته على منطقة فوالق أرضية رشطة يمنع نهائيا بناء السدود عليها، لأن الأرض هنا تكون غير ثابتة، وعند وجود كميات مياه كبيرة تتحرك تلك الفوالق وتؤدي إلى انهيار ما عليها من موجات. وتابع: في اعتقادي أن أجزاء كبيرة من السد انهارت عدة مرات، ولا تزال هناك جيوب هوائية لم تملأ بالمياه أسفل السد، وسوف تملأ بالمياه مع زيادة التخزين وفق نظرية الأواني المستطرقة، أي أن تلك الفوالق تملأ واحدة تلو الأخرى مع زيادة كميات المياه. وقال الشناوي: هذا السد انهار 3 مرات، وتم الإعلان عن ذلك عام 2016 حيث انهارت البوابة الأولى والثانية والثالثة، إما في عام 2018 فقد انهار معظم السد. ولم تخرج تلك الأخبار من مصر فقط، بل إن صور الأقمار الصناعية هي التي قالت ذلك. وفي أغسطس قبل الماضي كانت هناك غيوم في منطقة السد منعت التصوير. وأشار خبير السدود إلى أن هناك سدا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ينهار منذ 3 سنوات لنفس الأسباب بسبب الفوالق الأرضية. هذه ليست تنبؤات أو حملات دعائية، لكنها نظريات علمية عالمية. أكد أن كل نتائج الملء الأول والثاني لم تصل لعشرة مليار متر مكعب في بحيرة السد، وربما لم تصل إلى الملء الأول نفسه. من جانبه كشف محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في مصر حقيقة تصريحات نسبت إليه عن انهيار سد النهضة الإثيوبي، عقب وقال: قلت لو في احتمال انهيار 1 في المليون ده بالنسبة لنا احتمال كبير لا نهمله. وقال انه صرح وقتها بانه اذا وجد احتمال حتى وان كان صغيرا لانهيار سد النهضة لابد من اخذ الاحتياطات من خلال مجموعة مشاريع لحماية المنشآت المائية الخاصة بمصر اللازمة، مشيرا الى ان سد النهضة يوجد به العديد من المشاكل الفنية. اضاف عبد العاطي خلال لقائه مع الاعلامي محمد الباز ببرنامج اخر النهار المذاع على قناة النهار انه لابد من وجود حلول بديلة لاستيعاب كمية المياه الزائدة حتى اذا وجدت مشكلة فنية واحدة. اوضح انه في حال انهار السد فهناك 3 احتمالات: اما تخزينها في السد العالي واذا كان بحيرة السد ممتلئة، او يكون الخيار الثاني تشكى، وان لم تحتمل تشكى فان الخيار الثالث فتح السد. وهنا يجب أن ينتبه متخذ القرار: هل المجاري المائية تحتمل المياه؟ لأنها لو لم تحتملها ستؤدي للفيضان. المصدر معنا كان من صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر: ومسؤول مصري يحذر المواطنين من أسعار البنزين ويطالبهم بتحويل السيارات للغاز الطبيعي. قال وزير البترول المصري طارق إن سعر لتر البنزين قد يصل إلى نحو 20 جنيه لو فرضت الحكومة أعباء ضريبية، مطالبا أصحاب السيارات بتحويلها إلى الغاز الطبيعي بدلا من البنزين. وأضاف وزير البترول ردا على أسئلة الحضور بمؤتمر نظمته نقابة المهندسين عن تحديات وإنجازات قطاع البترول المصري قائلا: نحن لا ندعم المحروقات في مصر، لكن باقي الدول تضع أعباء ضريبية كأعباء بيئة وغيرها، فنجد أن سعر اللتر تجاوز 20 أو 30 جنيه. وأوضح أن وجود الغاز الطبيعي ساعد في عدم الاعتماد كليا على البنزين، وبالتالي أصبح بمثابة مصدر وقود بديل. وطالب وزير البترول أصحاب السيارات بتحويل مركباتهم لتعمل بالغاز الطبيعي
بدلا من البنزين قائلا: لو عربيتك مش مجهزة هنجهزها بحوالي 8000 جنيه وبالتقسيط. المصدر معانا كان من الوطن. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وقولنا في التعليقات تحت اسفل الفيديو يعني فوائد واضرار تحويل السيارات للغاز الطبيعي، يعني حابب اتعلم من حضراتكم الاضرار والفوائد لتحويل السيارة الى الغاز الطبيعي. ننتقل مع بعض الخبر اخر وفي مفاجأة صادمة: احكام بالسجن لمدة 3 قرون بالمجموع لرجل وزوجته 3 اخرين. قضت محكمة جنح مدينة نصر في مصر بمعاقبة رئيس مجلس ادارة شركة سيارات شهيرة بمدينة نصر وزوجته 3 من العاملين بالشركة بالحبس لمدة 300 سنة لإدانتهم بالنصب على المواطنين. وعاقبت المحكمة كل متهم منهم بالحبس لمدة 2 سنين في كل قضية من القضايا 30، ليصبح إجمالي العقوبة لكل منهم 60 سنة، ويصبح إجمالي سنوات حبس جميع المتهمين 300 سنة. وأفادت التحقيقات أن المتهمين في القضية نصبوا على المواطنين وجمعوا مبالغ مالية منهم على شكل قيمة مقدم بزعم بيع سيارات لهم تابعة لإحدى الشركات الشهيرة، فيما لم يتم تسليمهم السيارات وكذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين عددهم 5، منهم 4 محبوسين على رأسهم رئيس مجلس إدارة الشركة، فضلا عن متهمة هاربة وهي زوجة الأخير، وجميعهم من العاملين بإحدى شركات السيارات وإحالتهم جهات التحقيق إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال قرابة 150 مواطنا، وجمعوا منهم مبالغ تراوحت ما بين 40 ل 100 ألف جنيه من كل مواطن كمقدر تعاقد على شراء سيارات تابعة للشركة ومن معارضها. لكن المتهمين لم يفوا بوعودهم ولم يردوا المبالغ المالية للمواطنين، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على عدد من المتهمين في مختلف المحافظات بالجمهورية والمعروفين إعلاميا بالمستريح لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة استثمارها في مختلف المجالات نظير عائد شهري، حيث التزم المتهمون عدة أشهر ثم توقفوا عن السداد، حيث مثل عدد منهم من المتهمين أمام المحكمة الاقتصادية ومختلف المحاكم وصدرت بحقهم أحكام متفاوتة. مصدر معانا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معانا: والأرصاد الجوية المصرية تكشف تفاصيل ظاهرة غريبة تشهدها أغلب المحافظات. قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إن مصر شهدت خلال اليومين الماضيين تكاثر للسحب، حيث أصبح الطقس غائما طوال الوقت على أغلب الأنحاء، كما تساقطت الأمطار على مختلف المناطق. وبحسب الأرصاد تعتبر أنهار الغلاف الجوي Atmosphere Reverse ظاهرة تعبر عن اندفاع كميات كبيرة من الهواء الساخن يكون محملا بنسبة كبيرة من الرطوبة قادمة من المناطق الاستوائية إلى مناطق العروض الوسطى الأكثر برودة، ودائما ما تؤثر على الجزء الغربي للقارات بزاوية تنحرف اتجاه اليمين في نصف الكرة الشمالي والعكس في نصف الكرة الجنوبي. كما أن لأنهار الغلاف الجوي تصنيفات من حيث الشدة وكمية الأمطار ومدى تأثيرها. مصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما ثقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمين من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.